مع ازدياد الحركة السياحية في منطقة الأغوار والبحر الميت في مثل هذا الوقت من السنة، يبرز منتزه وادي شعيب كأحد الأماكن التي تستقطب الزوار وسط شكاوى من سوء الخدمات الأساسية فيه سيما النظافة. مزيد من التفاصيل في تقرير أسامة العدوان. حركة سياحية نشطة شهدتها مناطق الأغوار والبحر الميت عامة ووادي شعيب خاصة، استقطبت المئات من الزوار والسياح الأردنيين، فالمواطن يتمتع بجريان الماء وطبيعة المكان الخلابة. المتنزهون وعائلاتهم اشتكوا من انعدام الخدمات السياحية الأساسية، خاصة خدمات النظافة والمرافق العامة والمظلات، وغياب الجهات المتخصصة التي تراعي خصوصية المكان. فمتنزه وادي شعيب أنشئ قبل ما يزيد عن 20 عاما. والله اليوم نزلنا شم الهواء وادي شعيب، انا والاهل واصحابي والشباب وإشي، وتفاجأنا منطقة حلوة وجميلة، بس المشكلة بتفتقد اول إشي الشوارع، الخدمات، النظافة. المواطنون اكدوا ان انهيار البنى التحتية من شوارع داخلية وساحات دفعت المتنزهين الى الاصطفاف على جوانب الطرق، الامر الذي يشكل خطورة على حياة المواطنين ويسبب في كثير من الاحيان حوادث مرورية، اضافة الى ازمات سير خانقة. أول شيء منطقة حلوة بس ما فيها خدمات بالمرة، والشارع زي ما أنت شايف السيارة بتكسر وهي نازلة بتكسر وهي طالعة. اليوم طلعنا رحلة كل عائلة، رحنا على دورنا أماكن بس ما لقينا بصعوبة، وما في مرافق يعني تساعد إنه نطلع رحلة وهيك، وما في حمامات، ما في أي شيء بيساعد. ويأمل المواطنون العمل بالسرعة الممكنة على إعادة تأهيل المتنزه وتقديم الإمكانيات اللازمة للاهتمام بالمنطقة ليتناسب مع حجم المتنزهين، والعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها الزائر والسائح خلال رحلته كالمرافق العامة وحاويات النفايات وتقليم الأشجار داخل المتنزه وتعبيد الطرق الترابية التي تؤدي إلى المتنزه وتوفير عدد من الساحات الداخلية والمقاعد الإسمنتية لخدمة المتنزهين. أسامة العدوان، رؤية.